هذه رغبة جامحة لشباب طنجة وأصيلة في حماية المصطافين من عنفوان أمواج البحر بشواطئ المنطقة وتقديم تلك المساعدة الآنية للغرقى من معبر مهنة السباح المنقذ. أنا جيت اليوم ندوز تيست امتحان باش نجوز إن شاء الله في متر ناجور وكون في عند حسن الظن إن شاء الله ديال أساسيدة، وإن شاء الله أنقذ أي واحد شفته في الماء غرق ولا شي حاجة نقدر نقدو ونضحي براسي باش نمشي نغدو. لبنى الوزاني استطاعت أن تخطف أنظار الشباب ليس فقط بوجودها كشابة وحيدة مرشحة لاجتياز اختبار سباح منقذ، ولكن لإثباتها نظرية التحدي من خلال تفوقها في تمارين الاختبار وكيفية الإنقاذ من الغرق، والتي نظمتها مصالح الوقاية المدنية بطنجة لاختيار السباحين المنقذين خلال الموسم الصيفي لهذا العام. أنا اليوم كنت واجد في مباراة للإنقاذ المنظمة من طرف الوقاية المدنية، إن شاء الله كنتمنى نكون ما بين المنقذين أو المنقذات في هذه الجهة. أنا اختاريت هذه المهنة حيت هي واحد المهنة نبيلة وشريفة وكتنقذ أرواح الناس، أرواح الذات أصلا، يعني لاش لا إن شاء الله تكون المرأة من المنقذات يعني وتكون السباحات إن شاء الله ونحصلوا على شهادات المرأة المنقذة في المغرب وفي العالم العربي. واحد وخمسين 52